انا قعدت تقعد تقول لي مانجا ومش مانجا، اديني فعصتها لك دلوقتي. قعدت تقول لي مش قاصد والله ان انا اجيب لك الاسماعيلي في اول الدوري. لا يا باشا، هات الاسماعيلي في اول الدوري او في اخر الدوري. ليه بقى؟ لان احنا الحمد لله رب العالمين، بيرسي تاو بقى جاهز وماكسويني بقى جاهز والحمد لله، بقت عناب بقى يا معلم. ما يفسده الاخرون يصلح الاهلي، ده حقيقه والله يا اسطى. تبقى جاي كده زعلان من ماتش برشلونه، تيجي الاهلي، الاهلي بدا كويس والاهلي بيرسي تاو في الملعب ومكسوري في الملعب وطاهر على الدكه، طاهر مش موجود خالص اساسا، وحسين الشحات على الدكه. لا لا لا، ده انا كده احترمتك بقى يا موسى والله يعني. وانت بنلعب ثلاثه او اربعه وهي خمسه اربعه واحد ومحدش فاهمه بيلعب ازاي، بس عادي الحمد لله رب العالمين، حفلنا وعملنا كل اللي احنا عايزينه في الكوره. احنا مسكنا الاسماعيلي الشوط الاول على السخان، على السخان، اول ربع ساعه جون، يلا يلا من هنا، يلا 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 من هنا، ضربه جزاء. بص يا شباب بتاعه قوامه، بس يعني موضوع الحكايه يعني هيجوا يحكموا معانا احنا بالظبط، يعني هيجوا يظبطوا معانا احنا. وقدام الزمالك يخيشوا، معروفه خيشت قدام الزمالك وحسبت بيلن لو بابا ما فيهاش حاجه، اديني واحده المكسويني بقى ما فيهاش حاجه. معلش بعدين انا برضاش ارمي الهدف الاول والكلام الفاضي ده، انا بدوس وبجيب الثاني عن طريق بيرسي تاو، وبدوس كمان وبجيب الثالث عن طريق بيرسي تاو من كره جميله جدا من محمد مجدي قفشه بيعملها له. مش عارف كانوا بيقول لك اوف سايد، اوف سايد ايه؟ وعايدينها لنا من زاويه غريبه جدا، اللي هو يقول لك تقنيه 4K والماتش 4K. انت عندك 4K، انت اخرك 240 والحمد لله تبقى كده عدت الفلنكات بالنسبه لك 240. بس استمتعنا بصراحه، شوط اول جميل الحمد لله رب العالمين، عملنا شوط حلو. يعني بص احنا ما اديناش كوره جميله، لان هو الاسماعيلي اساسا كان اللي هو الاسماعيلي جاهز على الحافه كده، اللي هو الاسماعيلي جاهز اول ما تجيب في الهدف الاول هتلاقيه نزل الهويه لوحده اساسا. هما كده كده الاسماعيلي بيعانوا بعيد عنك، يعني مش عارفين من المدرب محمد ابراهيم ولا محمد حمص ولا الدنيا بالنسبه لهم عامله ازاي، ومحدش عارف حرفيا مين اللي ماسك الفرقه. والفرقه كده كده زي ما قلت لك كانت واقفه على الهويه. الجون بتاع علي معلول بتاع ضربه الجزاء كده، هم خلاص نزلوا الهويه تحت وخدوا غطس، واحنا بقى نسكت. مش انت قاعد ضيعت عليا الدوري بتاع السنه اللي فاتت، خد تعالى عايزك مشوار، كان بيقول لك دراويش ومش تعالى. انا عمال اقول لك المشاكل اللي عندك بقالي فتره، لان انت دلوقتي ما خدتهاش على محمل الجديه. لا تعالى اهزقك بقى في الملعب، وتعالى اوريك الكره بتتلعب ازاي يا عزيزي، وتعالى اوريك الجمال والطبيعه والمنطق اللي بيقول لك ان احنا ما كانش عندنا اجنحه، وان هم كانت اجنحه كنتاكي يا عزيزي، وان بيرسي ده وماكسويني جم علشان يحلوا معاه افسده وطاهر و ولدنا حسين وكلام. المهم ان هم جم عشان يحلوا اي حاجه وخلاص، والحمد لله رب العالمين وصلوا 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 وصلوا، وعدينا بالشوط الاول 3-0. نسكت بقى على كده؟ والله احنا احترمنا المنافس شوط ثاني، احترمنا المنافس. مش ده الاسماعيلي فرقه كبيره برضه، صعب ان احنا نديها خمسه والكلام الفاضي. ابدا يا عم تغيراتك، ابدا يا عم اهبط بقى زي ما انت عايز تهبط. قال لك تعو انت مش تعبت؟ انا اخر ربع ساعه وانت عارف اساسا انا 45 دقيقه انا لعبهم غصب عني، انا تعبت. خد تعالى نعمل تغييرات، ابدا يا عموس واكحفنا. قال لك حسين الشحات واحمد حمدي عبد القادر بيرسي تاو وماكسويني. الرجاله طلعوا ناموا جنب موسيماني، قالوا خلصنا الماتش، خلصنا ده نريح شويه، ريحوا الرجاله براحتكم. اولادنا في الملعب قادرين ان هم يحلوها والحمد لله. بنبص كده طرد الي جانك، ايه اللي حصل؟ طب عادي يا ابني، ولادنا بيهرجوا جوه الملعب، الواد دخل بس دخله غبيه كده، كان معاه انذار ولبس الانذار الثاني واتطرد. نسكت بقى على كده، واللي ممنوع احنا بنلعب 10 وخلاص، يعني النهارده جبنا 3 اجوان نلمها بقى. لا احنا باشا صرفنا الجمعيه النهارده، سجلنا الهدف الرابع عند رحمه الحمد عبد القادر عشان نقول لمصر كلها ان احنا السنه دي مفيش دوري رايح بعيد عن الجزيره يا باشا، الدوري هيرجع كده، المغناطيس هيرجعه كده الجزيره عندنا. لا الاداء وموسيماني والكلام، لا يا باشا بص موسيماني عامل زي واحد وعنده جوده كويسه في الفرقه، بس هو مدير فني بتاع بطاطا. يعني موسيماني ملوش دعوه بال 3 4 3 ولا 4 5 4 1. بص هو زي ما قلت لك اللعيبه اللي عنده كانت كويسه، وانها تم الاسماعيلي كان سيء وقال للسقوط. انت سجلت الهدف الاول، الاسماعيلي سقط، انت ركبت. هو ده الماتش، سهله ولا صعبه؟ لو عجبك الفيديو بقى اعمل لايك، ولو ما عجبكش فعادي. يا اسطى انا قعدت اتفرج على 90 دقيقه مباراه برشلونه ورايا فكان، وتعبت اساسا لوحدي، فلما عملت ديسلايك او عملت اي حاجه براحتك.